رحت لها وانت عارف ان ده غلط يا سليم. اه ولو ما كانش ابوك يبقى مراتك، ولو ما كانش مراتك يبقى حمزه. ما قلتليش ليه ان ابويا بيموت؟ ونعرف منين اذا كان بيموت ولا لا؟ يعني ايه؟ شيخ جابر اللي بيعرف دبة النملة ما يعرفش ان ابويا عيان في المستشفى بين الحياة والموت؟ قلت لك لا. لا عارف ولا فايق عشان اسيبه اللي ورايا واشوف اذا كان ابوه بيموت ولا لا. ممكن تهدى شوية وتفهمني في ايه؟ مش ههدى ولا محتاج افهمك، انت فاهم كل حاجة لوحدك وانا كمان فاهم. انت كل اللي يهمك ان انا ابقى مرمي في الأوضة اللي جوه دي محبوس بعمل اللي انت عايزه، لكن ابويا يموت يعيش ولا فارق. سليم بلاش صوتك يعلى وافهم انت بتكلم مين، وبلاش تقول كلام تندم عليه بعدين. اذا كنت جاي لي عشان تقول لي ان هو بيموت اديني عرفت. عايزني اعمل ايه؟ اقول لك تروح له؟ وماله؟ روح له يا سليم. ولا انت خايف ليكون حمزه مستنيك زي المره اللي فاتت؟ وطبعا مش هيكون مستنيك لوحده، لانهم مش هيسيبوك تعمل فيهم اللي انت عملته زي المره اللي فاتت. فوق يا سليم فوق. الخبر اللي انت جايبهولي دوت فاكر يعني انه نزل صدفه؟ لا، دول منزلينه مخصوص عشان يوصل لك، عشان تروح لهم برجليك. خلاص يبقى انا مش هروح لوحدي. وانا مش هسيب حد من الاخوه يروح للنار برجليه. خلاص يبقى انا هروح لوحدي واللي يحصل يحصل. ده ابويا ومش هسيبه. هتسيبه يا سليم؟ المره اللي فاتت انا عديتها لك بمزاجي، لكن المره دي لا. تسمع كلامي وتنفذ اللي بقولك عليه بالحرف الواحد، والا والا ايه؟ والا ايه يا جابر؟ والا ايه ما تقول؟ هات اخرك. سكت يعني؟ سكت عشان اخيرا فهمت ان انا عارف كويس انك ما تقدرش تعمل لي حاجه، لانك محتاجني فعلا. سليم انا محتاج لك، ما اقدرش اعمل لك حاجه، لكن لو عصيتني يا سليم مش انت يا بطل اللي هتتحاسب. ايه؟ هنفضل قاعدين كده؟ هنفضل محبوسين لحد التسليم ده ما يرجع لنا تاني؟ ما ترضي عليا. عايزين نعمل ايه يعني؟ ابوس ايدك كفايه ندب، اعملي هاتي حل. نسافر، نهرب من سليم وعمايله. ما انا قلت لك بدل المره ألف ما ينفعش، ما ينفعش. سليم مش هيوافق يسيبنا سافر. عن اهله موافق، هو ايه؟ فاكر انت لسه مراته؟ ايوه يا ماما انا لسه مراته، رضيتي ما رضيتيش انا لسه مراته، دي غلطتي انا، وانا اللي هتحمل مسؤوليتها، وارجوكي بقى يا شيخ ارحميني. خلاص انت حره. تعالوا نرجع تاني اللي وصلنا له لحد دلوقتي، جابر وطلب شحنه متفجرات، والجيش مسكها. واحنا متاكدين ان هو هيحاول يتصرف ويجيب غيرها، وسليم شغال بمفجر من على بعد. وعبد الله قبل ما يقتلوه قال ان العمليه اللي جايه عمليه اغتيال. ايوه حمزه، بس احنا برضو لسه ما عرفناش هو كان ايه قصده لما قال لك الكل. مين؟ الكل مين؟ الكلمه دي معناها ان اللي عايزين يقتلوه المره دي مش واحد بس، لا، عايزين يقتلوه اكتر من واحد وفي نفس الوقت. يعني اكتر من عمليه وفي اكتر من مكان، وبتستهدف اشخاص هم عايزين يخلصوا منهم. يا فندم سيادتك، الناس دول عايزين يخلصوا من الكل، احنا والجيش والاعلاميين واي حد بيقول كلمه مش على مزاجهم. احنا هنأمن مين ولا مين؟ مش عايزين ننسى برضه يا فندم نوعيه المتفجرات وكميتها اللي هم طلبوها، دي بتحدد ان هم هيستهدفوا الاماكن اللي فيها تجمع لاكثر من مسؤول، يعني مثلا قاعه المؤتمرات، دار القضاء، مدينه الانتاج الاعلامي. هي دي الطريقه اللي لازم نفكر بيها، لازم نبدا نجمع الاحتفالات والمناسبات اللي ممكن تحصل الفتره اللي جايه، وبكده هنحدد الاماكن والتوقيتات. رجالتنا بقى في اداره المفرقعات عارفين نوع المتفجرات اللي هتستخدم في الحاجات دي، وهيحاولوا ان هم يوصلوا لها ويبطلوا مفعولها قبل هم يستخدموها. طب واحنا هنعمل ايه؟ سيادتك جات لنا اخباريه دلوقتي بالمستشفى اللي فواز عبد الرحيم موجود فيها، بيقول انه بيموت.
انا لازم اتحرك فورا يا فندم. يلا بهاء روح انت يا حمزه. بعد اذنك يا فندم. انا اذنك يا فندم. اتفضل. الو. يا بسمه. لا الحمد لله الحمد لله كويسه. ايه؟ لا 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 انا هعدي عليكي مش مشكله. لا مش هتاخر. اوكي ماشي. باي باي باي. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل ده صعبان عليا قوي يا حمزه. استغفر الله العظيم يا رب. طب ايه هنعمل معاه ايه ده؟ ولا حد فينا يقدر يعمل له اي حاجه. الله يخرب بيته ويحرقه بجاز ويسيخ سليم هو السبب. كل اللي بيحصل للراجل الغلبان ده من تحت راسه. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى لما سليم يتصل ونشوف هنعمل ايه. تفتكر انه هيجي لما يعرف ان ابوه بالمنظر ده؟ طبعا. المره اللي فاتت ما استحملش وجه ولقاك مستنيه وهرب. يا حمزه هرب ايه؟ هيجرب تاني؟ مش عارف مش عارف. بس مفيش قدامنا غير ان احنا نستنى لما يتصل ونشوف هنعمل ايه. طيب يعني احنا كده كده مستنيين. انا هروح اشوف نوها بسرعه واجيلك على طول. ماشي. وحصل اي حاجه بكلمك في التليفون. ماشي. ابوس ايدك ارتاح. حاضر. ابوس راسك ارتاح. حاضر. ايوه. ابويا ماله يا حمزه؟ انت فين يا سليم؟ مش مهم انا فين دلوقتي. بقول لك ابويا جرى له ايه؟ سليم ابوك عيان قوي. واظن كفايه بقى. الراجل ده استحمل كتير قوي من تحت راسك. اسمع يا حمزه، قسما بالله ابويا لو جرى له حاجه لا هيكون اللي فات كله كوم واللي جاي كله كوم تاني خالص وكله فوق دماغك. ابويا تعبان يروح احسن مستشفى، تجيبوا له احسن دكتور. خلاص يا سليم، الادويه ما عادتش بتجيب نتيجه. ابوك بيموت. كل اللي هو عايزه دلوقتي يشوفك قبل ما يموت. طيب طيب انت هتخليني اشوفه يا حمزه؟ واحد من يا سليم، لو سلمت نفسك هخليك تشوفه. اقفل اقفل، انا هكلمك تاني. قالك تسلم نفسك مش كده؟ عشان تعرف ان انا كنت خايف عليك. خايف عليا؟ انا فاهم سليم، انت شايفني ازاي. صدقني يا ابني ده كله مش حقيقي. انت بالنسبه لي مش مجرد واحد بيعمل لي قنبله. لا، اللي بيني وبينك يا سليم اكبر من كده بكتير كتير قوي يا ابني. انا لازم اشوف ابويا حتى لو اسلم نفسي. اوعى يا سليم، لو سلمت نفسك يا ابني عمرك ما هتشوفه. اياك تصدقهم، دول الكذب بيجري في عروقهم. اوعى تفكر ان واحد فيهم ممكن يخدمك ولا حتى يكون فاهم انت حاسس بايه. شوف يا سليم يا ابني، ابوك انا هخليك تشوفه. ازاي؟ اديني فرصه اشوف طريقه. شويه وقت بس وقريب قوي هرد عليك. قريب ايه؟ ابويا في المستشفى مرمي بدل حاول موت. الاعمار بيد الله يا سليم، لا بايدي ولا بايدك. وبعدين هم اللي قالوا لك ان هو بيموت. ايه اللي خلاك تصدقهم؟ مش يمكن بيقولوا كده عشان تسلم نفسك؟ شوف يا سليم، ابوك وهتشوف، ودي كلمتي ليك. وانت عارف ان كلمتي عهد هيفضل في رقبتي طول العمر. بس لغايه ما اقول لك امتى وازاي مش عايزك لا تتصرف ولا تعمل حاجه من دماغك. ماشي يا سليم؟ ربنا يهديك يا ابني.
يا لو ما كنتش كلمتك كنتش هتصالحني؟ لا طبعا كنت هكلمك.